نبينا موسى السلام عليه بسط كفيه ودعا: يا رب أعطني رفيقا في دربي. وفي أثناء العشاء نظر من حوله فلم يجد أي قطرة ماء في البيت، حتى القوارير كانت عطشة. قال متذمرا: كيف سأصل إلى الينبوع؟ فطرق الباب، فتحه، فإذا بأحد الدراويش يطلب منه مالا. سيدنا موسى أعطاه دلو الماء وقال له: اذهب إلى الينبوع واملأه بالماء. أخذ الدرويش الدلو وذهب إلى الينبوع ليملأه. سيدنا موسى أعطاه المال وتركه، ثم بسط يديه إلى السماء وتضرع لله مجددا: رب أرسل لي رفيقا في دربي. الخضر كان من أرسله الله. فقال له موسى: كيف أكون رفيق دربك؟ قال له الخضر: إنك لا تساعد عاجزا أو عابرا دون أن ترى منه عملا أو تلمس منه إنجازا. فإذا كنت تبحث عن رفيق درب فستنصاع لأوامري وتصبر على ما ترى. قال صديقه يوشع لسيدنا موسى النبي، ويوشع كان في ذاك الزمان نبي الله أيضا، لكنه لم يكن صاحب حكم، كان صاحب الحكم في ذاك الزمان موسى نبي الله. قال يوشع: الخضر يعرف أنه لم يعطني الله علما، لذلك لا أقوى على أن أكون رفيق درب له. ثم افترق الاثنان. القدر ليس من الرفيق، بل من الطريق الذي نسلكه.